الأستاذ محمد سالح عبد الفتاح، سالم عبد الفتاح، يعني هل هناك حرب فعلا بين البوليساريو والمغرب؟ شكرا جزيلا بداية على الاستضافة الكريمة، تحية لك وللضيف محمد راضي الليلي. والله أعتقد على أنه إذا ما استثنينا الأبواق الدعاية الانفصالية والأبواق المحسوبة على البوليساريو، لا يوجد أي مصدر محايد يؤكد أي خبر يتعلق بهذه الحرب المزعومة. الجهة الوحيدة المحايدة المتواجدة على أرض الميدان هي العناصر مراقبة وقف إطلاق النار التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتواجدة في الصحراء بموجب الملحق العسكري رقم واحد لاتفاق وقف إطلاق النار، والذين يقررون كافة التطورات المتعلقة بالوضع الميداني في المنطقة العازلة. هذه العناصر، عناصر مراقبة وقف إطلاق النار، تورد ملاحظاتها في تقارير الأمن العام السنوية وفي إحاطات المبعوث الشخصي وفي إحاطات رئيس البعثة الأممية المقدمة إلى مجلس الأمن، التي كان آخرها الإحاطتين المقدمتين في أبريل الماضي لمجلس الأمن. لم يسبق لأي إحاطة أممية تحدثت عن هذه الحرب المزعومة. على العكس من ذلك، الأمين العام الأممي في تقريره أكد على أنه لم يبلغ لعناصر مراقبة وقف إطلاق النار وجود أي خسائر في الجانب المغربي. على العكس من ذلك، تقارير الأمين العام تتحدث عن العملية السياسية التي تشهدها هذه الأقاليم، تتحدث عن المشروع التنموي، عن تدشينات، عن مشاريع محطات تحلية المياه، عن مشاريع الموانئ، عن مشاريع التيار الحضري، عن الوضع المستتب في هذه الأقاليم. هذه الأقاليم هي مفتوحة أمام المراقبين الدوليين الذين حضروا لمختلف المحطات الانتخابية، مفتوحة أمام الوفود الدولية، يحضرها عدد كبير، يزورها أيضا عدد كبير من السياح ومن المستثمرين، وتشهد تنظيم فعاليات وتظاهرات دولية بصفة مستمرة. وبالتالي أعتقد على أنه من ضروب الخيال العلمي الحديث عن حرب مزعومة في القرن 21 دون تقديم أي دليل يذكر، لا صورة ولا فيديو. بعض الصور التي تداولت وسائل الإعلام ثبت أنها مفبركة، وتتحدثت وسائل إعلام دولية بالمناسبة، سواء موقع المسبار المعروف بالتحقق من الأخبار الزائفة، سواء حتى بعض البرامج على قنوات البي بي سي وعلى قنوات العربي وعديد من الهيئات الإعلامية العربي الوازنة، التحقيقات الصحفية المتعلقة بالأخبار الزائفة تورد هذه الأخبار الزائفة التي تقدمها البوليساريو كمثال على الأكاذيب المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي. وبالتالي ما سماه الضيف بثغرة، أعتقد على أنه هو معبر مدني أقرته الأمم المتحدة في نداءاتها التي وجهت للجبهة الانفصالية بضرورة الانسحاب من معبر دولي لا يربط بين المغرب وموريتانيا فحسب، ولكنه يسهل التنقل ما بين قارتين وما بين العديد من الدول في غرب افريقيا وفي القاره الاوروبيه. وبالتالي الامين العام تحدث في بيان موجه الى البوليساريو طالبها بالانسحاب، وسبق ان استجابت في وقت سابق في 2018 لنداء الامين العام الاممي وسحبت قواتها من المعبر الحدودي. ثانيا، ايضا قرارات مجلس الامن المتتاليه يبان تواجد البوليساريو او يبان مناوراتها المتعلقه بغلق المعبر طوال سنوات كانت تطالبها بالانسحاب من هذا المعبر واحترام طبيعته المدني. وبالتالي اليوم الاداره المغربيه هي الاداره القانونيه المعترف بها المسيطره والتي تمارس سيادتها على هذه الاقاليم، والمجتمع الدولي يتعامل مع الاداره المغربيه ولا يتعامل مع الجبهه الانفصاليه. ما تتحدث عنه عن غياب سيطره المغرب على المنطقه العازله هذا غير صائب تماما. المنطقه العازله كانت تؤطرها اتفاقيه وقف الملحق العسكري، اتفاقيه وقف اطلاق النار. المغرب يسيطر على كامل التراب الإقليمي ما عدا منطقة عازلة تركها المغرب طوعا إبان تشييده للجدار الدفاعي بغرض مطاردة الأهداف المعادية دون الاضطرار إلى الدخول لتراب الإقليمي للدول المجاورة سواء موريتانيا أو الجزائر، وقد نجح في ذلك. منذ أن شيد جداره الدفاعي قضى على كل المناورات العسكرية التي يعكف عليها خصوم المغرب. طيب، وأنهى هذه المناورات بالجملة. وحاليا بعد إعلان البوليساريو عن انسحابها من وقف إطلاق النار، رغم عدم جرأتها على طرد عناصر المينورسو الذين لا يزالون يتواجدون في المنطقة العازلة والذين سيروا قوافل بالمناسبة مؤخرا بموافقة الجبهة الانفصالية بعد أن كانت تعترض رسميا، لكن عمليا اليوم لم يتبقى أي وجود للبوليساريو في المنطقة العازلة. والمغرب اليوم يسيطر ليس فقط على 80% ولكن حتى على المنطقة العازلة من خلال سلاحه الجوي بحسب العديد من المصادر، بما في ذلك مصادر البوليساريو نفسها التي تتحدث عن خسارتها للعديد من العناصر العسكرية بسبب هجمات. خلي الأستاذ محمد راضي، نقطة أخيرة، بما في ذلك قيادات
من بينهم قائد ما يسمى بقائد دارك البوليساريو الداهر بندير، الذي لقي مصرعه في المنطقة العازلة، وعديد القيادات الأخرى وحتى قيادات آخرين يتحدثون عن مغامرة فاشلة. بينهم بشير مصطفى السيد في تصريح معروف ومتوفر في وسائل الإعلام يقول دخلنا معركة خاسرة ودخلنا مغامرة غير محسوبة العواقب. هذا كلام قيادي في البوليساريو وليس كلامي وليس كلام أي جهة أخرى. طيب أستاذ محمد راضي الليلي، يعني كيف ترد على هذا الكلام؟ وفقط إضافة يا أستاذ محمد سالم، هل المغرب اليوم يعتم على أخبار هذه الحرب التي كما يقول الضيف الصحراوي أيضا أنها تكبد المغرب خسائر كبيرة حسب البيانات أيضا التي تنشرها وكالة الأنباء الصحراوية؟ والله شوف، والله لو استمعنا إلى بيانات البوليساريو اليوم ربما وصلت لا أدري إلى أكثر من 800 بيان، تحديدا البارحة كان بيان رقم 819 بمعدل كل بيان بمعدل 5 إلى 6 هجمات، ما بين توصيفات من قبيل أقصاف مدمرة مزلزلة قوية إلى ما هنالك. لو صحت هذه البيانات لا يعني لقضي على المغرب تماما، لأزيلت خريطته من على اليابسة. هذه الأعداد من الهائلة بحسب هذه البيانات من الأقصاف المزلزلة والمدمرة، لو صحت لما تبقى مغربي على وجه البسيطة. وبالتالي هذه مجرد دعاية زائفة، وأتمنى أن لا يقيس الكلام على نفسه ولا لا يحسب يعني الكلام عليه راديليلي. أنا أتوجه لدعاية البوليساريو وليس له شخصيا، أصفها بالأبواق وأصفها بالدعاية الزائفة، لأنه هذا الزيف مفضوح. نقارنها بما يرد ببيانات أو بالتقارير الصادرة عن الأمين العام الأممي باعتباره يتحدث باسم العناصر مراقبة وقف إطلاق النار المتواجدين على أرض الميدان والمتواجدين بالمنطقة العازلة التي يصفونها بالعازلة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ولا يزالون يمارسون مهامهم بالمناسبة. وهذا في حد ذاته ينفي كذوبة الحرب المزعومة. ماذا يقول الأمين العام؟ أولا يصف هذه الأعمال بالأعمال العدائية ولم يسبق أن وصفها بالحرب. راجع جميع تقارير الأمين العام الأممي بما في ذلك التقريرين الأخيرين الذين تزامنا مع ما تدعي البوليساريو من تنصل وقف إطلاق النار، لا يتعدى وصفه لما يجري على أرض الواقع بالأعمال العدائية المحدودة. طبعا هذه الأعمال العدائية تعطي للمغرب كافة الحق بالدفاع عن نفسه يعني التصدي لأي هدف معادي يقترب من قواته ومن جداره الدفاعي، والتصدي أيضا لأي خرق لوقف إطلاق النار. بالمناسبة الأمين العام الأممي لطالما تحدث عن المئات لم يكن الآلاف من خروقات وقف إطلاق النار التي تعكف عليها البوليساريو والتي يفصلها، سواء ما يتعلق بتغيير بالدليل على أنها منطقة عازلة، أنه ممنوع على البوليساريو أن تحدث فيها أي منشآت عسكرية، أنه ممنوع عليها أن تغير طبيعة المنشآت المتواجدة فيها منذ ثمانية القرن الماضي، أن لا تقدم على تعزيز عتادها العسكري سوى بإخبار وبموافقة عناصر مراقبة وقف إطلاق النار. وبالتالي لطالما تحدث الأمين العام في تقاريره عن طبيعة هذه الانتهاكات التي تعكف عليها جبهة الانفصالية، ما يجري اليوم على المغرب كان في السابق إبان إعلان البوليساريو عن تمسكها بوقف إطلاق النار أو حتى بعد إعلانها عن تنصلها بوقف إطلاق النار، كان دائما يتصدى لأي مناورات ولأي أهداف معادية تقترب من منشآته ومن جداره الدفاعي، وهذا ما يخوله له اتفاق وقف إطلاق النار. طبيعة البوليساريو هي ليست جيش نظامي، هي ليست جيش يحق له أن يسيطر على تراب إقليمي، هي مجرد جماعة مسلحة دخلت في حرب طوال 16 سنة من 1975 حتى 1991 بدعم وبتورط عديد الدول وعديد القوى الدولية بما في ذلك الجزائر نفسها وليبيا القذافي وكوبا، وبما في ذلك أيضا الاستعانة بالمرتزقة المستقدمين من بلدان الجوار الذين تم تعطيرهم في الجبهة الانفصالية، سواء وقد ثبت بالفعل تعطير البوليساريو لعديد المرتزقة سواء من الجزائر أو مالي أو من شمال موريتانيا في فترات معينة تحت شعارات يعني التقدمية والحداثة واليسارية وإلى ما هنالك، إبان حالة الاستقطاب إبان الحرب الباردة. وبالتالي في تلك الفترة بالفعل كانت هناك حرب حتى 91 وكان تخسر فيها الجزائر أيضا وكان تخسر فيها ليبيا وقد أسر فيها الجنود الجزائريون، ولا يدل على ذلك من معركة أمقالة الشهيرة سنة 1976. وبالتالي هذا صار من الماضي. اليوم لن تستطيع البوليساريو أن تجد أي في حوزتها أي أسير مغربي، لن تستطيع البوليساريو إثبات خوضها لمعركة واحدة
كل ما تستطيع هو يعني التباكي والشكوى من أن المغرب يقصف بعض أهدافها المعادية، وفيما يبدو على أن أهداف فيما يبدو على أن أقصاف المغرب بالفعل كانت مركزة، لأنها حصدت العديد من القيادات الذين نأسف على مصرعهم. على كل حال، شأنهم شأن كافة المواطنين المغاربة، باعتبار على أنه هذا الصراع في حقيقته هو صراع بين الإخوة المغاربة، سواء الانفصاليين أو الوحدويين منهم، الذين للأسف تتورط فيه بعض دول الجوار. الذي يعنينا اليوم على أن هذه الحرب هي ربما الحرب الأولى في التاريخ التي يعلنها طرف معين، وهو الطرف نفسه الذي يتكبد الخسائر. ولا أدل على ذلك من الخسارة الكبيرة المتمثلة في معبر القرقرات، الذي كانت تشمله إجراءات المتعلقة بالمنطقة العازلة. كانت البوليساريو تستطيع تحريك دورياتها في المنطقة العازلة بما في ذلك معبر القرقرات، واليوم معبر القرقرات بات محرما على البوليساريو. اليوم يعني الأصوات الحرة الصحراوية الانفصالية المنتمية للبوليساريو تصف ما كان يسمى بالأراضي المحررة في أدبية البوليساريو، بات يوصف اليوم بالأراضي المحرمة على الجبهة الانفصالية بسبب هذه المغامرات الغير محسوبة التي خاضتها الجبهة الانفصالية. طيب. القيادات كما سلفت يقولون لقد خضنا مغامرة غير محسوبة العواقب، لقد خسرنا بسبب هذه المغامرة الغير محسوبة العواقب، ويحملون المسؤولية لإبراهيم غالي. وبالمناسبة البوليساريو اليوم عناصرها التي كانت تتواجد في المنطقة العازلة اليوم هي موجهة للداخل لمخيمات تندوف، وموجهة لقمع المدنيين، وموجهة لقمع الحركات المدنية، ولاعتقال النساء وضرب النساء وسحر النساء. واليوم الصور والفيديوهات موجودة منذ شهر فقط، عائلة الضحية سويد من العينين والمتضامنين معه الذين تعرضوا لقمع غير مسبوق من طرف عناصر البوليساريو المسلحة. اليوم قوات البوليساريو تخوض حربا ضد المدنيين في المخيمات، هذه حربها الحقيقية التي يجب أن يتحدث عنها الضيف الكريم أيضا، طيب. على اعتبار على أنه يعتبر نفسه انفصالي ويتضامن مع الانفصاليين ما يعتبره انفصالي ومتواجدون في مخيمات تيدو.